الأبلة منصة رقمية دشنتها شركة الموانئ العراقية في القطاع البحري لتراقب مرور السفن التجارية وحركتها وتسهم في تقويض الفساد داخل المنافذ الحدودية. الخطوة تأتي استجابة لمتطلبات المنظمات البحرية الدولية لجعل عام 2023 عام الرقمنة، تزامنا مع ما أعلنته المنظمة الدولية البحرية IMO بأن تجعل من عام 2023 هو عام الرقمنة. اليوم نحن سائرين باتجاه رقمنة الموانئ من خلال إنشاء المنصة الرقمية للموانئ التي سميت بمنصة الأبلة، والتي سوف ترتبط بها كل البرامجيات، بالإضافة إلى أنه سوف نربط بهذه المنصة السيطرة الكاملة لحركة السفن. الغاية من الرقمنة بالدرجة الأساس حد من التلاعب، حد من مسك الأوراق والأموال باليد، وبالتالي نعمل تدريجيا على القضاء على ملفات الفساد. لعقود طويلة تدار الموانئ بطرق تقليدية، بينما يرى اقتصاديون أن رقمنة الموانئ ستزيد من عائداتها بعد قطع دابر الفساد وتدخلها ضمن منافسة مع نظيراتها في المنطقة، مع توجه الحكومة لتحويل العراق إلى جسر للتجارة العالمية. بالنسبة لعملية التحول نحو أتمتة كافة العمليات في الموانئ، هو هذا سينعكس بالإيجاب وبالتالي على سرعة عمليات النقل والتفريغ والحد من الفساد وتقديم أفضل الخدمات في هذا المجال، وبالتالي سوف تكون الموانئ العراقية بمستوى إقليمي جيد ممكن أن نضاهي به الدول المجاورة. اعتماد الموانئ على التكنولوجيا الحديثة سيحسن من أدائها ويوفر مقدارا عاليا من الشفافية في تعاملاتها مع شركات الشحن والتجار، فضلا عن تضييق الخناق على عمليات تهريب البضائع التي تكاد تسجل يوميا. سعد قصي، UTV، مدينة البصرة.